like a Hellcat. الحمد لله كل من يعني متزين صح أنا ذبح أنا أحدي وكسوف أذبح أوه ولما ذبحتك صار خليك تلعيد كبير شوف ممكن تنطح مهم سلام معكم سلام حق جديد وفيديو جديد اليوم كيما كتشوفوا غنلعبوا ماينكرافت يعني على مكعبات وهنا كيما كتشوفوا البيت ديالي طوال شوفوا البيت ديالي كي كان في الحلقه اللي فاتت وهاد الحلقه كيولى البيت ديالي اول حاجه انني كبرتها طول مزيان ثاني حاجه انني كبرت هنايا كبرت واحد المزرعه هيا مزرعه قد الحال هنايا يدير واحد الباب المهم نمشيو نشوفو جوج اللحمات بعدا نمشيو نشوفو اللحم كاين الفخذ في الفضاء ديالها نحويو نشويو دابا غنمشيو للصندوق هنا ما غالبا ليكم حتى حاجة جديدة ولكن الطابق الثاني غنوريكم دابا الطابق الثاني طبعا هذا البيت غير مؤقت من ورا غادي بيت ها نتوما كتشوفوا هنا درت واحد القبة هيا قبة هنايا عندنا هنا صندوق هاد الشيء كما نقول فيه تما المهم من ورا هاد الشيء واحد الحلقة ولكن هي الحلقة غنديرو فيها الحلقة غنديرو فيها التشعبي اللي ما كيعرفش شنو هو كعب التشعبي هو انني غنحفر لود 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 بزاف تنوصل شي ارتفاع وداك الارتفاع غنبقى نحفر تلقى موارد يعني دايموند بزاف الحوايج ودابا غنوريكم هاد الشيء شويه واحد جوج ثلاثه ايرون مشيت لبيت الكافيه جمعت ايرون بزاف شوفوا شنو لقيت كلب تابع ثعلب كي عضوينا شي زوين مو فهاد الحلقه كما قلت لكم نديرو كيف تشعبي اول حاجه غنمشيو نعصو الشمع حطو الشمع حطو الشمع نمشيو نحطو نمشيو نعسو بعدا اول حاجه هي غنعسو نواد او تلاح دابا غنعسو او بالي فاش طلعت الفوق لاحظتو واحد الحاجه نوريها لكم تادا طبعا هادو كومونتيرات عزلت بزاف الكومونتير وغنولي نديهم في هاد الطابق الثاني مع اول كومونتير عندنا واحد الكومونتير كيقول عندنا من الزراعه في العرب الزراعه العربيه في اوروبا كيقول تحياتي 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 انا ايضا تحياتي عندنا عبد البركاني فلوك كيقول تحياتي بالتوفيق شكرا على اي احد واش اود ان اشكركم على حلقتي المئة ابوني طبعا دابا عندي 100 واش نكرشكم بزاف عندنا سارة ايغريك تيك تقول جميل جميل عندنا عالم سلمى المدهش كتقول كفو عندنا منوعات وابداعات دودو تقول ما شاء الله ما شاء الله عليك سلمى وصوماتك جميله شكرا عندنا ديتونا بلاس كتقول اي حلا عندنا ديتونا بلاس كتقول احلى لايك بالتوفيق وعندنا ايه كتقول محشومات حطيتو لشنطو المهم دابا اول حاجه هذا غنديروها غنهزو هاد الشيء باكيت ضروري تقولي واش خاصك باكيت لا تلقات لينا شي لافل تحت ولا شي حاجه المهم اول حاجه غنديروها هي اننا غناخدو خشب اولا لا عندنا ستاكس يكون شيء جيد ناخذ ستاكس نحطو هاد الصوف نحطو الصوف هنا
اول حاجه غنصيبها غنصيب بيكاكس اكس مزيان صافي، وغنصيب واحد الحاجه اخرى. لا 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 ما كتعرفوهاش، هاد الحاجه هي هادي. غنصاوبو بو بو، يمكن لينا نصاوبو بو او نصاوبو سناره، ولكن نصاوبو بو. انا نوريكم الفائده البو، انا نوريكم اش غديروا بالبو. كنمشيو لهنايا نحطوا الايون ديالنا، بعدا نحطوا ستاك نجيبوا البو في يدينا هنا. مهم نجيبوا اسهم، ها هما الاسهم، هاد الاسهم انا نوريكم اش غنديروا بهم. هذا هو البو كما كتشوفوا، يمكن لينا نضربوها انتما، هانتوما ممكن نضرب اي حاجه. شنو نضرب مثلا؟ نجيبها في داك الناموسيه، شفتوا؟ هذه هي فائده البو. اول حاجه غنبداو دابا في الكعك تشعب. كيف تشعبي؟ غنصوبو بعيد شويه من الدار. طبوخة كيف حالك؟ ماما صيبوها شي بلاصه قريبه ماشي بعيده، هاد البلاصه مثلا قريبه من الدار شويه. المهم غنبداو دابا غنحفر تمشى شي بلاصه ونرجع معكم. وناي بعد مثلا الحفر ديال هاد الكاف، عرفت هاد الكاف شحال سرقت فيه ساعة وانا كنحفر ساعة. بقى عندنا هاد الحديد ولا غنحيدو دابا. هذا هو الايون طبعا، هذا الحديد في الحلقة كنصيب منو الادوات. ياك كثير ديال الحديد، المهم غنحيدو الحديد كامل. شوفو الحديد تقريبا افرش حفر معتبر واحد وعشرين حديدة. الحديد كيصيب لينا ادوات. ممكن مكتوبو ده هو الكهف ديالنا اللي صيبناه. اول حاجه غنديروها هي اننا نحط هاد البيكاكس وغنعزل النفق وغنبدا نحفر. دابا نحفر حتى نلقى شي حاجه. انا كنت كنحفر وشوفو شنو لقيت. نسكشفو ولا لا؟ انا كنقول نسكشفو بعدا. الفحم كما تشوفوا تفتيتي ما نحيد كل شيء بالفحم. الفحم هي يعني فعلا نشوي وبيه حم حاجة الفحمات يا ربي القطعي دايما اول حاجه كاينه تماك شي حاجه كتضوي. طبعا دائما خاصني ندير طريق دوج يعني دوج تنهبط لتحت. اول حاجه شمعنا وغنهبطو نحطو ليك في بلاصتو. جولد او ماي او كوال نوري دخل القوه الفائده. ما عنديش ايون اش غندير؟ غنصيب في الران هنا ودابا غنحيد الذهب. خاصني نحيد ك
كاينين وحوش. اول حاجه كنصيب، جيب خمسه كنصيب فون دابا. كافتين تيبون، حاجة نصيب كافتين، نمشي للإنفنتوري، هاي الكافتين تيبون، غنصيب داكشي اللي غنصيب وغنرجع ليكم. رجعنا ليكم يا أصدقاء بعد ما صيبونا هاد البيكاكس ديال الحديد، ولا غنحيدو بيه دب. بسم الله، أول دب غادي ما نمكنش. اتو ضاع لينا الذهب يا اخ، تشوفوا ده، تشوفوا هاد البيكاس على شوفوا الذكاء، الذكاء ضاع لينا دابا. اش غنديروا؟ غنكملوا في هاد الكاس، نحيد شي دايموندات. ممكن حتى حاجه تكون دابا. لقيناه مره، ما نقدرش نلقاو مره اخرى. ناخذ حديد ونرجع لدعمك. شوفوا الغباء، دابا هو خاصو يتحيد بيكاك ديال الحديد بدل ما حيدتو. تفو دابا شتو، دابا حيدنا واحد ايون. كاين شي واحد هنا؟ لافا، بلوان القوام ديالنا. عرفتي الا طحت فيها مشيت، عرفتي شنو هي لافا؟ هي حمام بركانية. كولد، الله كريم، الله كريم. نعاود ثاني ذهب، نمشيو عبر اللاطا. يلا ها هو الماء، جيبو معايا انا باكيت الخضرا. دابا ها هو البيكاكس ديال ايون، نحيدو علينا اخيرا لقينا الذهب. المهم دابا باش نحيدو الذهب. ما علينا نشتغل في دكتور سنخرج. فين تما؟ نمشي ولا ممكن نقول نمشي؟ لا لا، كاين ايون مبقاش التفاح، هذا اوبسيديان.
نحيد شوية الأيرون لعل وعشان تكي باتي انا باتي بكتان عفتو انا بلانتي لعل ما نجز ايجد الماء مقاينة زهيرو كانت هناك تفاجة ناتي من خطة الزهر كان آيرون سنجرب ثم كاين مدخل ومدخل يلا دابا نمشيو لدارنا هجبنا الى البيت شي ناخد داك ايرون بلاش بلاش اخدو تما ناخدو تما نرجعو دارنا بعد غنرجعو لدارنا رجعنا لدارنا الحمد لله وشكرا منين جينا توقف على الدار منين جينا الاخوان منين منين جينا جينا الاخوان قولوا لي عفاكم ريدستون انا دابا غنقلب على الدار وغنرجع لكم واخيرا واخيرا لقيت الكهف ديالنا هنا اخيرا خرجت من الكهف وغنحط دابا لكن ما حطيت الجولد يتشوى وحطيت الايرون هنا غيتشوى الجولد الايرون ديالنا دابا غنختموا الحلقه ديالنا في الدار وبالليل دابا اختموا الحلقه ديالنا في الكهف ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس ولا بغيتوا حلقات جداد ديروا لايك و باي.